بنوصل لفقرة بالانس مع دكتور كارلا حبيب مراد لنحكي أكثر اليوم عن موضوع تفاجأت فيه لأنه ما عنده عوارض. يمكن مش كل الناس بتعرف إذا هي مصابة بهذا المرض، هذا الشيء يمكن بالصدفة بتكتشفه أو بالصدفة بتعرفه، ولكن ضروري نحن نعرفه على بكير لنقدر نحن نتوقيه ونعالجه. دكتور كارلا مراد اللي هي اختصاصية وباحثة بعلوم الغذاء والتغذية، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، كيفك اليوم؟ مش الحال. يعني تشمع الكبد اليوم رح نحكي فيه، مش كل الناس بتعرف اصلا شو تشمع الكبد. صحيح، هو الفكره منبلش انه في عنا الكبد يلي هو عضو كثير مهم بجسم الانسان، يلي بيخلصنا من كل شيء سموم، بينظف الجسم، اذا بدك بيشيل كل شيء سيء عم ناكله، واهم شيء الادويه او الكحول اللي نحن بنحتسيها، وهي هي سموم، شغلته يفكك هالسموم ودهرها من جسمنا. وقت نقول انه تشمع الكبد شو هو، هو وقتها تبلش بشيء اسمه مرض الكبد الدهني، يعني بيكون في جزء من الكبد عليه دهون بقلب على الكبد. هيدي ما بنحس فيها مريات، ما في عوارض. يعني في الواحد وقت يتشخص عنده مرض الكبد الدهني يلي منه ناتج عن الكحول، ننتبه انه الاشخاص يلي بيحتسوا كثير الكحول معرضين ليتشمع الكبد عندهم، ومع الوقت بيصير في تليف الكبد، وبعدين لا سمح الله بيصير في سرطان الكبد الى اخره. لا، نحن ما عم نجيب هالسيرة هالموضوع، عم نحكي عن الكبد الدهني يلي بينتج عن شيء ما دخلوا بالكحول. وليه عم نقول ما منعرف؟ لأنه ما في شيء بيدل، صح؟ أوكي. ما في عوارض. أوكي. أنت بالغلط يمكن تعملي فحص دم بيطلع عندك أنزيم الكبد مرتفع، ساعتها إذا الطبيب فكر بيقلك طب هيت تنعمل صورة للكبد، بصورة ببين. أوكي. أي. طيب لما منقول نحن أنه ما في عوارض، يعني نحن ممكن نوصل لمراحل متقدمة وما نقدر نعالج هالموضوع، وبالتالي هيدا بشكل خطر على حياتنا. صح، مشان هيك نحن وقت عم نحكي على الوقاية بدها تكون الوقاية من أول فترة، يعني الفترة اللي نحن بعده الكبد بنسميه كبد دهني، ما صار لتشمع، ما صار لتليف. وقت يصير في تليف بدنا نقول نوعا ما خلص ما بقى فينا نعمل قصص كثيره، وحسب قديش الفتره يمكن انت فيك توقفي يتطور كثير التليف، بس بمرحله خطره بنفضل نعرف قبل، لانه أوكي. بالغذاء بس عن طريق نمط غذاء صحي نقدر نحن نعالجه روعه او نتوقع منه. اوكي، ترجع مين الاشخاص الاكثر عرضه لتشمع؟ هلا الاشخاص طبعا في عندك العمر، يعني اكيد عم نحكي الاشخاص اللي فوق الأربعين سنة، الأشخاص اللي عندهم سمنة ووزن زائد، الأشخاص اللي عندهم ضغط دم مرتفع. يعني إذا تجمعت كل هالعوامل عنا بنسبة 60-70% خطر أنه نحن يكون عنا تشمع بالكبد أو يكون عنا كبد دهني لا سمح الله، ما وصل لما يسمى بالتشمع، لأن بعدنا يعني كبد دهني تشمع بعدنا عم نقدر نلقط المشكلة من خلال الغذاء، وقت مثل ما قلنا لنتجنب التليف. بس اللي بدي اقول لك كمان ماريات انه هلا رح نشوف احصاءات بتشوفي انه بتفكري انه نحن كمنطقه لا مش هالقد، مش يعني عم نعاني او معرضين لتشمع. شوفي منطقه، يعني هلا ببين معنا هون، شوفي منطقه الشرق الاوسط نسبه المرض الكبد الدهني توصل لل 40% واكثر، عاليه جدا مقارنه بس مثلا باوروبا. نعم. بتلاقي تقريبا بال 20%، باقي اسيا 30، بالولايات المتحدة هذا يعني اللي أنا انصدمت فيه نحن أكثر، يعني تقريبا عندك بال 35% أو 37% بكندا أو إذا بدك أمريكا الجنوبية الشمالية، أكثر شيء بالأمريكا الشمالية. بتلاقي إنه لا نحن أكثر، بس ليه؟ ليه؟ لأنه في ثلاث عوامل أساسية. أول عامل أنه نحن عم ناكل كتير كتير غلط، وأكتر شيء عم ناكل أشياء فيها سكر كتير. يعني نحن وقتها نرجع نقول خففوا من السكر بأكلكم، مش يعني خف اشربوا قهوة مرة، يعني
ما تاخذوا عصير، ما تاخذوا مشروبات محلات، مشروبات غازية، جربوا خففوا الأطعمة المصنعة اللي هي كلها فيها سكر مضاف طبعاً. خففوا الأطعمة المصنعة المصنوعة من نشويات مكررة، يعني نشويات مكررة يعني ما فيها ألياف، يعني الطحين أو إذا بدك هالنشا الأبيض دغري جسمك بيمتصه. شو بيصير؟ أنا وقتها جسمي يمتص هالسكر بسرعة، يلي بيصير السكر يلي أنا ما صرفته بيتحول لدهن، ومع الوقت هالدهن الفائض عم بيتجمع بالكبد. والأبشع من هيك هو الأشخاص يلي عم بيكون عندهم وزن زائد على منطقة البطن. يعني بيجي عندي صبايا، مش صبايا، نقول شباب أو رجال 55 60، أو حتى سيدات 55 60، بيقولوا لي أنا ما عندي شوف إجري ضعاف، أنا بس أنا بطني. البطن بس. ما هون المشكلة، هيدا الدهن اللي مركز حول البطن هو يلي عم بيتنقل أسرع، هيدا منسميه الدهن الباطني اللي عم بيتنقل بسرعة للأعضاء وخاصة أعضاء جوانية وخاصة الكبد. عم يأذي الكبد. فعندك هالوزن يلي إذا بتلاقي يعني فوق الخمسين، ثلاث أرباع الشعب عنا بالمنطقة بطنه مظبوط، إيه؟ بطنه وكرشه ومحيطه بيسموه كرش الوجاهة كمان، ما بيقبلون ما بقى يتسمى كرش الوجاهة أبدا. بالإضافة عندك نحن خمول كتير كبير، يعني الناس عم بتضل قاعدة طول الوقت. صحيح. يعني إذا بتقلي لهم مشوا نص ساعة بالنهار كأنك عم تطلب منهم يا لطيف شيء كتير بتساعد هيدي النص ساعة المشي بالنهار، بتساعد أي حركة بتساعد. إذا ما يعني إذا وقفنا ومشينا كل دقيقة، كل ساعة دقيقة أو دقيقتين، هيدي كمان بتساعد كتير. وطبعا بيبقى في عنا يعني الشيء الأساس هو أنه مع أنت تغيري بأكلك بدك تكتري بالخضرة. يعني وقتا نقول خففوا أو انتبهوا أو عدلوا بنظامكم الغذائي، يعني قد ما فيكم دخلوا خضرة، دخلوا فواكه، مش عصير الفواكه الطازة. يعني نحن كمان بتشوفي هلأ موسم عصير البرتقال، منلاقي بكل البيوت منعصر منحط بالبراد ومتصير نشرب عصير برتقال. لا، كله الفواكه، لأنه العصير حتى لو عصير طبيعي هيدا عم بيفوت لنا سكر، ولو سكر طبيعي بس كمية أكثر. بس شو الفرق كارلا إذا أنا جبت الكليمانتين وأكلتها أو عصرتها؟ وقتها أنت تجيب الكليمانتين وتاكليها، في عندك هالألياف يلي بتلقط السكر، فتنقول عندك 10 جرامات سكر بقلب الكليمانتين يلي مش مشكلة إذا عصرتيها قد النقطة، عادة نعصر هالقلب. طبعا بتلاقي هالعشرة جرام لأنه ملقوط بالفايبرز أو بالألياف بيصير يدخل جرام ورا الثاني على الدم، جسمك مباشرة بيصرفه. أوكي. مش وقت تدخل 10 جرام، هلا يا ريت 10 جرام، او نحن عم ندخل 20 و30 دفعة واحدة. فهمت الفرق. اوكي، فوقت يدخل 30 جرام دفعة واحدة جسمك ما بيصرفه، بيصير دغري الفائض عم بيتجمع. أوكي. الا اذا انت هلا عم بتنطي وتفزي وشربتي عصير واستعملتي السكر، استهلكتيهم يعني. استهلكتيهم وهيدي اكيد قليل لتصير، مين عم يستهلك هالكمية؟ هيدي بالاحلام و 100%. وبتلاقي انه وقت تشوف الاحصاءات بتلاقي انه مثلا لازمنا بالنهار بيطلع لنا 20 جرام من السكر إذا بدك المضاف بأكلنا، نحن عم ناخد 40 و50. صحيح. طب وما عم بصرف بالمقابل. صحيح. فهون هون الأساس. وتبين أنه أول علاج للتشمع نقول بالكبد الدهني إذا بدي. أوكي. قبل ما نوصل للتشمع، أول علاج تخسري وزن. بكفي تخسري 5% من وزنك، خلص أنت رجعتي لورا. بس نقول إنه ننتبه شو نخسر، يعني نخسر دهون. هاي هي الفكرة. مشان هيك أنا بالعيادة بيقولوا لي انزلت كيلو، بقول لهم إيه بس هيدا ناخد المحيط الخصر. هو هيدا المهم. هيدا المهم، أنا إذا نزلت كيلو مقابلة نازل من محيط الخصر 4 سنتي، طب خلص كتير منيح. صح. هيدا المطلوب. ما بدي ركز على كم كيلو عم بخسر، قد ما ركز كم سنتي عم بخسر من بطني. فتبين انه انا اذا خسرت 5 ل 10% من وزني
بفترة قد ما بدنا شهرين ثلاثة يلي هن خلص أنت رجعتي مثل ما بيقول رجعت الساعة لورا صح. أو ممكن تكوني أنت you reversed أو رجعت المعادلة لورا وشلتي هالدهن عن الكبد. يعني أنا هون بدي أقول لكل عم بيحضرونا اليوم أنه ممكن نحن نشفى إذا بعدنا بأول فترات فكتير مهم هلأ هون التوعية نقول إذا عنا وزن زائد حول البطن، إذا عنا مع نفس الوقت عنا ضغط دم عالي، عنا سكري وعنا إذا بدنا دهون عالية بالدم، بس السكري أكتر شيء، نعمل فحص عند الطبيب، نقول له فحص لنا شف لنا إذا نحن معرضين لهالشيء، وحتى لو ما عملنا فحص، وحتى لو كل شيء كان منيح بالفحوصات، مش يعني أنا ما رح أرجع يوما ما يصير عندي هالمشكلة. فإحنا لازم ننتبه ونتبع نظام غذائي صحي من البداية هلأ. يعني من مش البداية. إنه ننطر يصير معنا لا سمح الله شيء حتى نحن نوعى ونتوعى. طيب اليوم إذا بدك تقولي لنا كارلا البديل، يعني نحن وين بدنا نروح؟ في أشخاص يمكن معلقة بأكل معين، في أشخاص فنحن بدنا نعطيهم البديل اليوم. هلا بدنا نبلش تدريجيا، أنا انتقل من الخبز المصنع الأبيض لخبز قمحة كاملة. أوكي. بدي أنتقل من المخبوزات من كل شيء كرواسان بان أولي كل هالمخبوزات مناقيش لكن المناقيش بعد أحسن من كل شيء لأنه المنقوشة هي العجينة ومع الزعتر وليدا وبتاكلي يعني. إيه وبتاكلي نص منقوشة وبتشبعي وحتى لو أكلت المنقوشة مش الحال بس وقتها تاكلي مثلا بان أولي كرواسان هدول قطع صغيرة فيهم كتير سكر وكتير دهون جامدة ودهون مهدرجة يعني هي الدهون الجامدة والدهون المهدرجة مع السكر بدنا ناكلهم بأوروبا ونمشي البلد على هجرينا يعني. على فكرة بأوروبا مثلا وقت بتاخذي مخبوزات كثير من الاوقات بتكون معموله من الزبده مش من الدهون المهدرجه. على كل حال كل هالامور بدنا نخففها جدا جدا قد ما فينا بدنا نرجع ناكل طبخ. يعني انا باكل ملوخيه ليه؟ لانه بيكون عندي كثير خضره اكيد عم باخذ شويه رز معه ودجاج أوكي. مقارنه ب عم باكل دجاج اسكالوب مقلي. الغداء الأساسي هو الدجاج الإسكالوب المقلي يلي ما في خضرة. كمان بدك تنتبه على كل السكر المضاف إن كان بالحلويات أو بالعصائر وبدك تتحركي. يعني كتير حلو هيدا النظام اللي اعطيتينا اياه. وبالاخر كارلا بنرجع دائما للي بتقولوه دائما انه الخضره هي الاساس بكل الوجبات. يعني نص صحنه خضره نص ومثل ما بتقولي دائما اخذتها منك انا وبليز بلشوا بالسلطه يعني صح. بلشوا بالخضره لانه بتكون كونسيستنت بتشبع وبيرجع بيجي الاكل اللي باقي بعدين 100%. وانتبهوا ضعفوا خسروا من وزنكم ما بدنا نخسر اوزان هائله نخسر 5% 10% نخسر من وزننا. وأهم شيء الأشخاص يلي إذا بدك موزع أو مركز الوزن حول الخسر. شكرا كثير لك كارلا، شكرا على النصيحة يلي أعطيتينا إياها اليوم. نتمنى للكل أنه هو ينتبه على حاله ينتبه على صحته ويعملوا فحوصاتهم الأزمة سنويا. شكرا وأهلا وسهلا فيك.